هل تم التوقيع مع أحد المواهب ولا بعد؟ يعني إحنا الآن قاعدين نتكلم مع بعض المواهب اللي كانت جزء من MBC من بداية مسيرتها. إن شاء الله سيتم إعلان عن عدد من هذه المواهب خلال الأسابيع الجاية، بس نوقع معهم إن شاء الله ونعلن. محمستيلون كتير، يبدو في مواهب حلوة كتير جداً. شو اللي جنى أنت كصبية بتعرفي، هو المواهب كلها أكيد صبايا وشباب عندهم الكتير من الطاقة، شو حسيتي، شو لمستي عندهم؟ هل كانت العالم بانتظار هيك مشروع؟ هل حسيتي أنه عن جد الناس بحاجة أنه تبرز مواهبها ويكون في حاضن لإلها؟ كثير جدا، يعني كان الحماس ترى من كلا الطرفين. في الطرف الأول اللي هو الشباب الشغوف كان قاعد يدور فرصة، وما شاء الله الفرص موجودة وكثيرة، لدرجة أنه هذول الشباب كانوا يدوروا فرصة، فصاروا هم يخترعوا فرص في صناعة الأفلام وفي صناعة المحتوى، فهذا تطور جدا رائع في هذا القطاع. وبنفس الوقت في المشاريع والشركات الإنتاجية اللي قاعد تدور على مواهب بشكل يعني بشكل مهول جدا، فإحنا ترى جايين كأننا قاعدين نوصل ما بين المشاريع وما بين المواهب اللي موجودة، فإحنا نبغاهم بس الجهتين هذه تعرف أنه إحنا موجودين لدعمهم ومساعدتهم.